الباص فلتفتح الاماكن للركب الداكنه. اه الاماكن الداكنه ماشي اوكي مفيش مشكله. احنا تفتيح لون البشره النهارده هنقول وصفه لتوحيد لون البشره وتفتيح البشره وترتيب البشره. الوصفه بتاعتنا سهله جدا، عباره عن زبادي، زبادي عادي هنجيب معلقتين زبادي، ادي معلقه بس طبعا معلقه صغيره، فاحنا ايه دول هم معلقتين ربنا يبارك لهم الواد جايبينهم، معلقتين زبادي اهو زبادي عادي خالص ومعلقتين ترمس مطحون، ادي الترمس المطحون اهو. طبعا الحاجات دي كلها عندنا تقدروا تطلبوها يا جماعه بعد اذنكم يعني اهو، معلقتين ترمس مطحون موجوده برده عند حضرتك كده لوحدها، ومعلقه عسل النحل، معلقه عسل النحل اهي دي معلقه العسل النحل اهي. اهم حاجه العسل يبقى نقي، خلي بالك مشكله الوصفات دي كلها انه بيعملوا يجيبوا عسل مش نقي وايه ويعملوه، ونفضل نقلب بقى في الايه. يبقى معلقه عسل نحل، معلقتين زبادي، معلقتين ترمس مطحون، وهنقلبهم كويس قوي مع بعضهم. حلو كده زي ما انا قاعد بقلب كده اهو. دي تاني وصفه، دي يعتبر وصفه لتوحيد لون البشره ووصفه لتفتيح البشره. ينفع نستخدمها برضو للكوع والركب؟ ايوه بالظبط كده ممكن. اه بس يعني نتيجتها مش هتبقى قويه، مش هتبقى قويه اه بس برضه هتجيب نتيجه بس على اللونج ران. ولو بشرتك حساسه قلنا ايه مش هنحط ليمون، ولو مش حساسه نحط ايه نقطتين ليمون صغيرين قوي كده ممكن. ليمون ده مهم جدا. معانا حنان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور سعيد؟ الدكتور معاكي اتفضلي. كده قلبنا ثواني يا حنان بس ارد عليكي. هنقلب قبل ما تيجي حنان تاني فصلت. معلش حنان اتصل علينا تاني. يبقى احنا بنقول وصفه لتوحيد البشره تفتيح لون البشره ومعلقتين ترمس مطحون، معلقتين زبادي، معلقه عسل، دي وصفتنا اهو هندم بيها الصبح وبالليل. ادي الوصفه اهي خلاص عملناها في ثانيه، تقدر تعملها في بيتك في ثانيه. الوصفه دي يا جماعه هتوحد لون البشره، تفتح البشره، هترطب البشره، ودي الوصفه الثانيه بتاعتنا. ممكن نعيدها مره ثانيه؟ معلش معلقتين، نقول الوصفه بقى. معلقتين زبادي، معلقتين زبادي، معلقتين ترمس مطحون، معلقتين ترمس مطحون، معلقه عسل نحل، معلقه عسل لو بشرتك حساسه مش هتحطي ليمون، لو مش حساسه نحط نقطتين ليمون. نقطتين ليمون بس كده، وتقلبيهم كويس. هتديكي ايه القوام ده، هتدهني بيه بشرتك مرتين في الاسبوع. نسيبها بقى قد ايه على البشره؟ من ربع لنص ساعه. اوكي. ومرتين في الاسبوع بس. اوكي اوكي. بس ده هتجيب معاك نتائج هايله جدا. وده زي ما انا بقول برضه احنا عندنا كريم تفتيح البشره، احنا دايما بنقول يا جماعه احنا عندنا كريم تفتيح البشره جاهز. والوصفه تقدر تعملها في بيتك، اتس اب تو يو، تشتري تعملها في بيتك انت حره.